انت جيت يا بابا؟ اه جيت يا حبيبتي. الله انت ايه اللي مصحيك يا نانسي لغايه دلوقتي؟ حد ينام الساعه 6 يا بابا. 6؟ 6 ايه يا بنتي؟ الساعه 11 ونص. 11 ونص؟ وليه ما حدش نبهني ان الوقت متاخر كده؟ تصبح على خير يا بابا. ده انا حتى هنام من غير عشاء. سرايدة؟ ياسمين؟ نعم بابا. مدام رنا فين؟ مدام رنا فوق. طب حضر لنا العشاء. حاضر بابا. يا رنا؟ رنا؟ يا رنا؟ 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 حبيبتي. أهلين. إزيك يا قلبي؟ تمام. موني نام ولا إيه؟ نام من زمان. على فكرة أنا زعلان منك. ليش؟ ليه ما قلتلهاش تطلع تنام؟ أنا ما قلتلها تطلع تنام؟ بالعكس أنا نزلت لعندي لتحت وطلبت منها تطلع تنام، بس هي عملت حالها مو سمعانتني وطنشتني. طنشتك؟ غريبة أوي. دي هي بتقول إنه نانسي؟ 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 قومي. ايوه بابا. انت صح ما رديتيش على طنط رنا لما قالت لك قومي عشان تتعشي وتنامي؟ انا؟ ان شاء الله يا رب اتقطع حتك كده واتعجن في الغلاط واتشيل على الشوايه ان كان الكلام ده صحيح. تتشوي فين يا اختي؟ على الشوايه يا بابا. على الشوايه يا بابا. صحيح يا طنط رنا حضرتك قلتي لي قومي تعشي ونامي؟ أنا آسفة يا بابا، أكيد ما سمعتش صوت طنط رنا، أصل أنا نايم زيها. يلا حصل خير، تصبح على خير. نايم زيها؟ يعني البنت تشيل على الشواية؟ ما سمعتكيش يا حبيبتي، اتفضلي. آه. تصبح على خير يا حبيبتي.